ومو بس مشجع مانشستر سيتي، كل من يتابع كرة القدم، كل من يتابع كرة القدم حقيقة يطرح العديد من التساؤلات. لماذا غاب برناردو سيلفا على وجه التحديد عن جائزة أفضل لاعب في العالم؟ لماذا غاب في الجانب المقابل أيضا أليسون بيكر عن هذه الجائزة وعن المرشحين العشرة للوصول إلى لقب أفضل لاعب في العالم؟ لماذا تتواجد أسماء مثل هاري كين، كيليان مبابي، فرانكي دي يونغ مثلا اللاعب الهولندي لاعب فريق أياكس أمستردام على مستوى هذه الجائزة من غير استنقاص في أحد؟ لكن ما هي المعايير المتبعة من الاتحاد الدولي لكرة القدم؟ الموضوع حقيقة الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام ويفتح الكثير من الأقواس ويرمي بالكثير من السهام أيضا على مصداقية هذه الجائزة المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم. أسماء موجودة تستحق، لا أحد ينكر ذلك، لكن أين بقية الأسماء؟ أين بقية الأسماء التي تستحق التواجد ضمن المرشحين؟ حقيقة عند نهاية الموسم الماضي لم يكن هنالك أحد ليشك بأن برناردو سيلفا مثلا سيكون واحد من ضمن المرشحين الثلاثة، مو بس العشرة. هذا برناردو سيلفا، يا متحدي يا بكير جوردي، وبكر البوم بوم بكر، البوم بوم بكر يتصدى كرة ليونيل ميسي، وبكر قالوا لا البوم بوم، البوم بوم أليسون عندي يدي عندي ساقي ضربتني مرتين اليوم، لا شوف الكرة شوف الصورة، بكر هو اللي مش نورمال.